السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون بخير. كلنا منتظرين نتيجة الانتخابات الأمريكية. الغريب في الموضوع أننا كلنا حاطين أمل على ترامب، وتقريبا كل العرب والمسلمين خايفين أحسن كمالا هارس هي اللي تفوز. بصراحة أنا لو هتقول لي إيه رأيك هقول لك ترامب أفضل طبعا، لأن مفيش غير الاتنين دول، والتانية دي يعني هتقضي الفترة بتاعتها كلها وهي بتضحك، واللي هيتقال لها اعمليه هتعمله، خصوصا أنها كمان من أصول هندية وبتكره المسلمين والعرب كره العمى. عموما هم يومين ونرحب بترامب رئيسا لأمريكا والموضوع محسوم من زمان. ولو جت هارس يبقى هنشوف أفلام كاوبوي أمريكية على القنوات الفضائية ليل نهار لفترة مش قليلة. بس هل ده بقى المهم فعلا، ولا المهم اللي بتخطط له إيران دلوقتي وناوي عليه الأيام اللي جاية ويمكن الساعات اللي جاية كمان؟ وإيه اللي مجمد قلبها كده وعمالة تهدد أمريكا نفسها مش بس إسرائيل؟ وإيه حكاية كمان القنبلة النووية اللي بعتتها أمريكا واللي ممكن تمسح دولة كاملة من على الخريطة، أو على الأقل تخليها زي اليابان لكن 2024؟ بس المرة دي بقى اضرب حجم القوة التدميرية للقنبلة اللي اتضربت فوق هيروشيما وناجازاكي في 24 مرة. يا ترى أمريكا بعتها عشان إيران اللي بتهددها، ولا زي ما في بعض القنوات والمحللين الجهابذة بيقولوا إنها مبعوتة مخصوص عشان السعودية؟ نروح فاصل سريع وبعدين نرجع نفهم الحكاية. إيران بتخطط إنها تضرب الكيان قبل يوم 5، قبل نتيجة الانتخابات يعني اللي هو بكرة، وده زي ما صرحوا ان ليهم الحق في الرد على الضربة الكبيرة اللي اخدتها ايران يوم 26 اكتوبر. وطلع طبعا اصحاب الاجندة الخايبة يقولك دي ما كانتش ضربة، حتى شوف الايرانيين بيلعبوا ويتمسخروا بالرد الاسرائيلي ازاي. طيب مش من حقنا كبشر بنفكر او نسأل لما هي ضربة اقل بكتير من التوقعات الايرانية وما عملتش اي تأثير، والدفاعات الايرانية كمان المتطورة اللي اشترتها من القيصر او اللي ادها لهم هدية اللي هي الاس 300 وكمان الاس 400 الأحدث كمان تصدت للهجوم وقعت طياراتهم. ليه بقى التصريحات إن الكيان ضربنا وإحنا مش هنسكت ولازم ننتقم ولينا حق الرد والكلام الخطير اللي هنسمعه كمان شوية اللي وصل بيهم لتهديد أمريكا بشحمها ولحمها؟ فده حاجة من الاتنين، يا إما اللعبة كلها مسرحية، وسامحوني لأي حد بتجيله حكة أو هرش أو حساسية من الكلمة دي، بس مفيش غيرها في القاموس، أو إن الضربة زي ما إحنا قلنا دمرت الدفاعات الجوية لإيران وضربت بعض المواقع العسكرية الخفيفة وكانت رسالة إننا نقدر نضربكم، بس أمريكا قالت لنا بلاش ضرب دلوقتي، وخصوصا بعد ما أوباما شخصيا بعت رسالة لنتنياهو وقال له نصيحة، الحرب مش مع إيران، الحرب مع المسلمين السنة بس. إنما الشيعة تبعنا رحبوا بينا في لبنان ورمونا بالورود، وفي العراق شالونا فوق الأكتاف وفتحوا لنا بيوتهم، وفي اليمن ممنوع حد يتعرض للحوثيين أو يحاول يبعدهم عن المشهد اليمني بأوامر أمريكية، وهم نفسهم ما يقدروش يكذبوا الكلام ده لأنه موجود صوت وصورة وفيديوهات مالية النت تثبت الحقائق اللي أنا بقولها دي. الكيان ضرب فعلا 20 هدف في إيران، وهنا الخبر على حساب الجمهورية الإيرانية في منصة إكس. قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي خلال لقاء عوائل شهداء قوات الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية زي ما هم مسمينها يعني، وبيقول شهادة أعزائنا في الدفاع الجوي خلال تصديهم المباشر للعدوان الصهيوني الأخير شهادة سامية ومهمة. يعني في ناس كتير ماتت، يعني الرد ما كانش في شنك، وفي ناس ماتت ودفاعات جوية ضربت. وهنا أنا بقول للمتابعين الكرام إننا لما بنقول حاجة أو معلومة حتى قبل ما تظهر على العلن بنكون واثقين منها بفضل الله، والكلام ده للمشككين اللي هم اصلا عبيد المجوس وساعتها التعليقات كذبتنا او جزء منها يعني، وقالوا ان الضربه كانت خايبه وما حصلش اي اضرار نهائيا وكل الضرب كان من الحدود العراقيه. بس قلنا كده بالنص ان المعلومات هتوضح بعد كام يوم، وبصراحه ايران لازم ترد والا هتبقى فضيحه كبيره. الحقيقه انهم هيردوا وده واضح من تصريحاتهم الاخيره والخطيرة، وهتلاقيهم كاتبين كل ده على صفحتهم في إكس، سنرد ولو بعد حين زي ما انت شايف كده. هنا بقى بيقولك ان قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي ده مظله، مشيها ده مظله، بيقولك ان مواجهة الاستكبار العالمي والظلم هو فريضة. اما نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قال ان عملية الوعد الصادق الثالثة ستنفذ حتما، ولكن لا يمكن الحديث عن تفاصيلها. أما بقى قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني قال بالنص، القوات المسلحة الإيرانية لن ترحم العدو في أي مواجهة كانت.
صراحة كلام مرعب ومخيف. كمان متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد نائيني قال على الكيان الإسرائيلي أن ينتظر النسخة الثالثة من عملية الوعد الصادق. ده بقى على أساس أن في نسختين قبل كده. يا راجل ده مسلسل أرطغرل كان فيه أكشن أكتر مليون مرة من اللي شفناه منكم، لدرجة أن بمسي لما مات عملوا له عزا في الكويت والناس راحت تعزي فيه. نكمل كلامنا. قال لقد قمنا بالرد على اعتداءات الكيان الإسرائيلي في السابق، وهذه المرة سيكون الرد بشكل أقوى. أما بقى الجملة دي اللي جاية يعني فركزوا معها كويس. القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي قال إن حزب الله يوجه الصفعات لإسرائيل. طيب أنا معاك في النقطة دي، ولبنان مظبطة الدنيا، ما فيش مشكلة، فيش خلاف عليها يعني. قال بقى إيه؟ نرى أن الكيان الصهيوني يقترب من يوم أفوله، نحن مع سوريا واليمن والعراق ولبنان في مواجهة الكيان الصهيوني. هو تقريبا يعني أو من الواضح أنه ناسى فلسطين وغزة أو سقطت منه سهوا، نلتمس له العذر برضه. وقال كمان جبهة المقاومة وإيران ستزودان بكل ما هو ضروري لمواجهة العدو، ولن يخاف من تهديدات الحكام الأشرار بواشنطن وتل أبيب. على فكرة كل دي تغريدات ورا بعض كلها بتاريخ 3/11 امبارح يعني، وكلهم في نفس اليوم. قال تاني بقى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، نحذر واشنطن والكيان الصهيوني بأن المقاومة الإسلامية ستوجه ردا قاسيا لجبهة الشر. لو رجعنا بقى للخامنئي تاني، قال امبارح برضو مش عارف ايه حكاية التصريحات اللي ورا بعض دي امبارح، المهم قال ستلقى أمريكا والكيان الصهيوني ردا قاصما على ما يرتكبونه بحق إيران وجبهة المقاومة. وهنا بقى فيلم من التشويق لمدة 27 ثانية ومكتوب فوقيه برضو قريبا الوعد الصادق 3. أما بقى الرئيس الإيراني بنفسه أخيرا غرد وقال أمريكا أبقت نار الحرب مشتعلة بدعمها للصهاينة، ولن نترك أي اعتداء على أمتنا وسيادتنا دون رد. الحقيقة أن التهديدات قوية والكلام ده مخيف ومرعب بصراحة، بس لما يكون حقيقي يعني، مثلا لما بنشوف ضربات إيران القوية والمدمرة بتضرب في العراق هي وميليشياتها، أو زي قوتها الرهيبة اللي أنقذت سوريا الأسد من خطر الأمريكان اللي كانوا عاوزين يدمروا سوريا، وجيشها العظيم اللي منيم الكيان من المغرب واسترد الجولان من أول يوم احتلوا فيه. عاوزين والله نشوف الضربة اللي هي هتخلصنا بقى من الشيطان الأكبر، وتتحقق البشرى العظيمة والحكمة الإيرانية التي تزلزل قلوب الأمة الإسلامية عند سماعها الموز لأمريكا والموز لإسرائيل. بنتمنى يعني. الرد المتوقع إن إيران احتمال تستخدم الأراضي العراقية في الهجوم، وده مخوف الكيان شوية، لأن المسافة وقتها هتدي فرصة لإيران باستخدام صواريخ مداها قليل لكن قوتها التدميرية عالية، وعشان يتجنبوا الرد كمان على طهران وتفضل المعركة بينهم بعيد عن الأراضي الإيرانية. لكن ده مش صحيح، لأن إيران ما عندهاش كمية أسلحة كافية على الأراضي العراقية. ثانيا بقى، كل المحللين العسكريين الغرب، سيبك من بتوعنا اللي كل واحد شغال على حسب ما بيطلب منه، للأسف الشديد الرد هيكون محدود جدا، عشان الكيان هيرد ورده برضه هيكون محدود. يعني احتمالية ان المسرحية الخايبة تفضل بين إيران والكيان لحد ما يحصل تغيير أمريكي للموقف حسب الرئيس الجديد لأمريكا. أما بقى الموضوع الأهم والأخطر، ليه أمريكا بعتت قذفات B-52 للشرق الأوسط؟ لأن شفت فيديو بيتكلم عن التهديد للسعودية، وبصراحة مش عارف البني آدم ده بيفكر منين وإزاي. طبعا القذفات دي الأخطر على الإطلاق، والمقصود منها هو حماية الكيان اللي ملوش أي لازمة ولا قوة ولا عدد ولا عتاد ولا شجاعة إلا بوجود أمريكا وبريطانيا والدول الحليفة ليه. قذيفة القنابل دي موجودة منها في أمريكا 94 قطعة فقط، سرعتها 1100 كيلومتر في الساعة بمدى 14000 كيلومتر، وخطورتها أنها بتشيل أي نوع من الصواريخ وكمان القنابل التقليدية والقنابل النووية. استخدموها أيام الاتحاد السوفيتي وكانت للردع للتخويف يعني وقتها، واستخدموها كمان في حرب فيتنام وفي العراق وفي أفغانستان. هي أصلا دخلت الخدمة سنة 1955. الخبر المهم داخل الخبر ده إن أمريكا بعتت 2 منهم للشرق الأوسط، B-2 والB-52H. طبعا الأمر ده من وزير الدفاع الأمريكي بنشر قوات عسكرية ودفاعات جوية، أو اللي بيسموها مدمرات للصواريخ البالستية ومقاتلات وقاذفات قنابل طويلة المدى، واللي هي طبعا الكارثة اللي اتكلمنا عليها اللي اسمها B-52H. الأهداف المعلنة الأمريكية هي الردع وإظهار القوة وحماية حرية الملاحة ودعم عمليات مكافحة الإرهاب وتعزيز التحالفات
والاستجابة للأزمات. للأسف الشديد اللي بيحصل كله على أراضي عربية مسلمة، حتى لو التهديد لإيران، وهو فعلا لإيران، وده برضو اللي قلته في فيديو سابق، الكيان شغال بحماية دولية، واللي بيدور حاليا عبارة عن حرب عقائدية. حتى إيران اللي بتحارب حربها عقائدية راجعة للإمبراطورية الفارسية وللمجوس ودينهم أو عبادتهم الأصلية، وحربهم الحالية ملهاش دخل بالإسلام الحقيقي. وهنا أمريكا بتقول لإيران، لو فكرت تضرب الكيان ضربة حقيقية مش مسرحية، قذفات القنابل النووية جنبك منها بدل الواحدة اتنين. المرة دي مش زي كل مرة، واللي بيحصل محدش عارف الغرض منه ايه. هل هي حجة جديدة قدام العالم للسيطرة اكتر على الشرق الاوسط، ولا فعلا عشان امريكا ناوية تضرب ايران والحوثي في اماكن تواجدهم وتواجد اتباعها وميليشياتها في العراق، خصوصا بعد كلام بوتين وبعد ما وضحت لامريكا خطة التعاون بين روسيا والصين ودخلت معهم كمان كوريا لاستخدام ايران في المنطقة بحرب مباشرة مع أمريكا. كل ده هيبان الأيام اللي جاية، وأنا في اعتقادي والله أعلم إن إيران مش هتضرب قبل يوم 5 اللي هو بكرة يعني، ولو ضربت ممكن تضرب وقت الانتخابات يعني يوم 5 نفسه، أو هتخاف من البي 52H لحد ما يجي الرئيس الجديد لأمريكا ويدي أوامره للطرفين إيران والكيان، ويرجع المية المجاريها بقى زي ما كانت، ويرجعوا لبيتهم تاني، ويا دار ما دخلك شر ورب عيالهم من غير مشاكل. في الآخر تفضل الخسارة في بلادنا العربية، في غزة ولبنان والعراق وسوريا واليمن، والقوات الأمريكية زادت في قواعدها فوق راسنا وعلى حدودنا، والكسبان هو الكيان وإيران وأمريكا. ياريت تكتب لي رأيك في التعليقات، هتضرب إيران الكيان فعلا وضربة قوية، ولا هيكملوا المسرحية؟ أخيرا ده مش يأس، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى لما بيكتب أمر على البشر ويقدروا على بني آدم بيسبب الأسباب ويرتب الأمور، حتى لو إحنا شايفين إن كل اللي بيحصل ضدنا. كل المطلوب مننا إننا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونطلب منه ليل نهار النصر والتمكين، وناخد بالأسباب طبعا قدر المستطاع، لكن لما نجتهد على نفسنا عشان ربنا ينصرنا حتى لو كنا ضعفاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى بينصر المسلمين بضعفائهم. صحيح القوى العالمية ضد المسلمين من أول الراس الكبير أمريكا وحلفائها الأوروبيين، معهم كمان الهند أو حتى الصين وروسيا والدولة الصفوية الإيرانية أو الصهاينة اللي تسلطوا علينا جوه أرضنا، ولكن والله ده ابتلاء وبسبب قلة إيماننا. ولما نستحق النصر ونكون أهل ليه هنبقى حققنا الآية الكريمة، ونستحق وقتها نتوصف بالعباد اللي ربنا ذكرهم في الآية الكريمة، واللي ببساطة من غير تحقيق الشرط ده مش هنقدر عليهم. واللي فاكر ان ايران هتنتصر على الصهاينة يبقى بيكذب القرآن الكريم او يراجع عقيدته لانها فسدت. ربنا مش هينصر اللي بدلوا دينهم واخترعوا دين جديد ابدا على الصهاينة، وصدق من قال فيهم ما هم بأمة احمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا ينصر اهل الحق وينصر اهلنا في غزة وفي كل شبر من فلسطين وفي كل مكان على وجه الارض. ما تنسوش الاكثار من ذكر الله والاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله في أمان الله.